كرسي المركز الثاني يدور في فلك الهلال ونجران كعنوان ليس بذلك الإغراء لجماهير الزعيم، وكأن لسان حالهم يقول ما قاله لوشيانو موجي مدير فريق يوفنتوس السابق ورئيس تعاقداته وعبارته الشهيرة: إن لم أكن أنا الأول فحتما أنني الأخير. فليس هو طموح من اعتاد الصدارة، ولكن في مسيرة العمل وما تقاس به الأمور لإدارة الهلال قد يحسب كذلك، عطفا على موسم اعترف به رئيسهم أنه دون الطموح وأنه من يتحمل كل الأخطاء في هذا الموسم. إلا أنه ورغم ذلك يحقق المركز الثاني إذا ما، وإذا هذه يد الأهلاويين والجولات الأخيرة الحاسمة. في المقابل أصحاب الأرض نجران يحاول أن يمسك بالمركز الثامن بكل نواجده وكل إمكانياته، فالمركز الثامن قد يكون أفضل المراكز له في مسيرته في الدوري، وحال الهلال قد يغري نجران والشباب والأهلي والهلال، والكراسي تدور والمنافسة على أشدها.